الانتصار. هنا السياو، السياو عرضية أمام المرمى، أول هدية وأجمل هدية. إكرافنتي بالهدف العاشر، إكرافنتي والهداف الشاطر، إكرافنتي والهدف الأول للنادي الأهلي. إذا ما يسجل إكرافنتي مين اللي راح يسجل؟ مين اللي راح يسجل؟ هذه العرضية من السياو والتمريرة والتسديدة، وإكرافة اللي ما عنده رافة، ما عنده رافة، يسجل في المرمى ويفتتح النتيجة للفرسان أمام الفرسان في الهدف الأول للنادي الأهلي في 4-4 كانت في الإياب. يا إلهي على تلك المباراتين. إكرافنتي أمام المرمى، إسماعيل الحمادي الهدف الثاني للأهلي، فتح النادي الأهلي في مباراة اليوم. إنهم يبحثون عن انتصار طال انتظاره، طال انتظاره. العام الجديد، إسماعيل الحمادي وفرحة المولود الجديد. العام الجديد، بوسالم، بوسالم يسجل هدف أهلاوي ثاني. هذه المرة سجلها، هذه المرة ما فوتها، هذه المرة دونها في الشباك الظفراوية. إسماعيل الحمادي بثاني الأهداف، بثاني الأطياف، بثاني الهدايا للنادي الأهلي في العام الجديد. 2-0 أصبحت النتيجة الآن، وداعا على القذيفة الأهلاوية، على الطلقة الحمراء، على فرسان يتقدمون ويسجلون ويقولون وداعا للمعاناة، وداعا للنتائج السلبية أمام الظفرة، وداعا لأرقام كانت ليست في صالح الفرسان. هوغو فيانا بذكريات البرتغال، على هذه التسديدة هو حط قرار، هو درس القرار ونفذ القرار وينجح بالتالي في تسجيل الهدف الثالث. الأهلي 3، الأهلي 3، واللي الخطير الآن المرتدة العرضية. لا الله، الهدف الظفراوي عن طريق ديوب، ما قدت ديوب يأبى إلا أن يسجل، يرفض إلا أن يسجل، يأبى إلا أن يسجلها ويدونها كتاريخ اليوم. 3-1 في يوم 3-1، الهدف الظفراوي الأول يأتي بهجمة مرتدة كانت سريعة، كانت محكمة، والعرضية المثالية من الحمادي، من علي الحمادي البديل اللي بيلعب الكرة على رأس مخيت ديوب.